إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم أخواني، مرحبا بكم في قناة حب المعرفة. جيتكم هذا بواحد موضوع، هو موضوع الساعة، هو موضوع أداء الدفعات الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل. هذا موضوع إثراء غادي نقرا عليكم من بلاغ وزارة الاقتصاد المالية اللي كيأكد بأن الموضوع راه يعني حسم، يعني الدعم راه مؤكد. البلاغ خرج 13/7/2020. غادي نقرا عليكم، نحاول نشرح شي مسائل اللي خاصها تشرح بالنسبة للإنسان اللي الفهم ديالو يعني ما فهمش شي حاجة ولا صعبت عليه. من الإنسان اللي فاهم الله يعاونه، راه كاين اللي فاهم هادشي قبل ما يجي الله يعاونه، ونتمنى حنا كل شيء يكون فاهم باش كل شيء يستفد من الدعم هذا في اسرع وقت، خصوصا في الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي كتمر منها بلادنا. اذا الموضوع هو: تنهي لجنه اليقظه الاقتصاديه الى علم الاسر العامله بالقطاع غير المهيكل والتي فقدت مداخلها، كنأكد التي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي، ان اداء الدفعه الثالثه من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التاليه. يعني اولا الاسر العامله بالقطاع غير المهيكل، يعني اللي ما دخلاش تحت نظام الضمان الاجتماعي، هذوك راه عندهم شروط اخرى كتطبق عليهم هذا، والتي فقدت مداخلها. هي ماشي يعني الانسان اذا كان خدام في شهر 6 عنده واحد المحل ما تمنعش بانه يحل، راه يمكن راه عنده الحق باش يستافد، راه ما عندوش حق باش يستافد. الناس اللي تمنعوا باش يحلوا وتمنعوا باش يمارسوا المهام ديالهم الحره، بحال الناس اللي مساكن كيخدموا في الموقف، الناس اللي اللي كيخدموا ليبر هكا مثلا كيبيع في الزنقه، ولا اللي عنده شي تجاره حره، اللي مثلا كيخدم في السياحه، اللي كيخدم في شحال ديال القطاعات اللي تضرات كلها، هذا وغير مهيكل يعني ما عندوش نظام الضمان الاجتماعي، هذا كيشملوا هذا يشملوا هذا الدعم ان شاء الله. والتي فقدت داخلها من جراء الحجر الصحي، ان اداء الدفعه الثالثه من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التاليه. ها هي الشروط، نقرا عليكم اربعه ديال الشروط. كاين الشرط الاول: خصو يقوم رب الاسره الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بارسال رقم بطاقته الوطنيه الى الرقم 1212 على رساله نصيه قصيره، ويعتبر هذا الارسال بمثابه تصريح بالشرف على انه الشخص الوحيد بالعائله الذي يستفيد من هذا الدعم، من جهه، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي. أول حاجة خصو يصيفط ميساج إلى الرقم 1212، أنا نوريكم كيفاش، على رسالة نصية قصيرة. يعني مضمون الميساج هو رقم البطاقة الوطنية ديالو، ورقم اللي عايصيفط له الميساج هو 1212. ويعتبر هذا الارسال يعني راه ملي كتصيفط راك بحال اللي كتلتزم بانك انت الوحيد بالعائله اللي كيستافد، يعني ما تكونش انت كتستافد، انت كتستافد المدام، ولا كتستافد انت كيستافد ولدك تحت 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 الحضانه ديالك، ولا كيستافد شي واحد معاك في نفس العائله ديالك، يعني خص واحد اللي يستافد، لان هذا دعم اسري. ثاني حاجة أنك كتصرح بأنك راك فختي المداخل ديالك في شهر يونيو، يعني ماشي أنك كنتي خدام في شهر يونيو، هو شهر 6 ماشي شهر 7، شهر يونيو هو شهر 6، يعني أنك ما كنتيش خدام في شهر 6. يعني الإنسان، كاين الناس اللي موقفاتهمش وزارة الداخلية عن العمل، يعني كان خدام، يعني هذاك راه ما حقوش يستافد من هذا، بخلاف الناس اللي ما خدموش في شهر 6، يعني كانوا ممنوعين بالقرارات الحكوميه انهم يزودوا الانشطه ديالهم، هذوك راهم يستافدوا. وانت ملي كتصيفط هذه الرساله يعني راك بحال اللي كتسني وكتقول لهم انا راني ما كنتش خدام في شهر 6، وانا هو الوحيد في الاسره اللي كيستافد من هذا الدعم. المهم هذه المسائل خصكم تكونوا عارفينها. الشرط الثاني: ترسلوا الرساله النصيه القصيره وجوبا من نفس الرقم، خصك الرساله تصيفطها من نفس الرقم اللي صيفطتي منه الرساله الاخرى ديال الاستفاده الاولى،
يعني نفس الرقم الى بالنسبه للانسان اللي مشى له داك الرقم خصو يمشي يشوف الاوبيراتور ديال الاتصالات يعني ميديتال ولا انوي ولا اتصالات المغربي يمشي يشوفهم معاهم كيفاش يعاود يحيوا له داك الرقم ديالو. هذا بالنسبه اللي مشى له داك الرقم يعني ضروري راه هذاك الرقم هو المفتاح ديال هذا الدعم هذا، سينو راه يقول لك الرساله والا يقول لك الرساله راه ما راه غير مقبوله. الشرط الثالث يفتح باب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعه 8 صباحا والى غايه يوم الجمعه 17 يوليوز 2020 منتصف الليل، يعني الاربع غدا ان شاء الله. دابا انا كنصور لكم هذا الفيديو صورته اليوم الثلاث في العشيه 3 14 يوليوز 14 7، غدا ان شاء الله مع 8 الصباح غادي يبدا تقديم هاد التصريحات، يعني ارسال هاد الرسائل النصيه. الا صيفطتيها مع 7 الصباح ولا مع 6 الصباح يعني راه ما مقبولاش، ولا صيفطتيها هاد الليله يعني بغيتي تسبق الناس راه ما مقبولاش. من الاحسن تصيفطها غدا ابتداء من 8 الصباح، يعني 8 وربع 8 ونص 9 10، وانت غادي كتصيفط عندك الاربع والخميس والجمعه كامل حتى 12 الليل في الجمعه، يعني منتصف الليل، يعني حتى الجمعه في 12 الليل ان شاء الله عندك فرصه باش تصيفط هذا الميساج. يعني هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع تسحب الاعانات بنفس الطريقه التي استعملت في المراحل السابقه ابتداء من 18 يوليو يعني يوم السبت نهار الجمعه، غادي يوصلوهم الرسائل اللي ما فيهمش المشاكل راهم غادي يصبحوا لهم يوم السبت كيعطيهم الدعم ديالهم، يعني كيصيفطوا لهم الميساجات باش يمشيو يتسلموا الدعم ديالهم. كاين اللي كيمشي يتسلموا من الكيش اوتوماتيك، يعني كيصيفطوا له واحد الكود في 14 رقم ولا هذا كيمشي كيدخلوه في الكيش اوتوماتيك كيعطيو واحد الكود واحد اخر في 4 الارقام داك الساعه. دابا نعاود ندير لكم شي فيديو اخر على داك الطريقه ديال سحب داك الاعانه من الكيش اوتوماتيك. كاين اللي كيمشي لوفا كاش، كاين اللي كيمشي البريد بنك، كاين اللي المهم على حسب الطريقه اللي خديتي بها الجوج ديال الدفعات السابقه غادي تاخذ هذا الدعم هذا. شي راه واضح. دابا الشرط الخامس ستتولى المصالح المختصه باجراء عمليه المراقبه، يعني راه تكون مراقبه على الفلوس اللي غادي تشدو، ويترتب على الاداء ببيان كاذب، يعني راه اللي كذب وكان مستفد واحد العنصر اخر في الاسره ديالو ولا ما كانش وقف على الخدمه كان خدام ما منعوش، يعني راه ما غادي يتبعوا هذا الشيء. تتولى المصالح المختصه اجراء عمليه مراقبه ويترتب على الادلاء ببيان كاذب، يعني اذا كنت عارضين معلومات خاطئه كذبتي باش تضلل الوزاره وتضلل الحكومه وتستافد عن غير الحق راه تكون متابعات قضائيه واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق، يعني غادي تكون يقدر تكون متابعات قضائيه راكم فاهمينها حكامه وهذا، وعادي الانسان يلزمو عليه باش يرجع داك الفلوس اللي خدا اللي ما يستحقهاش. وفعلا هاد القضيه راه غير اخلاقيه، يعني الانسان اللي خدا فلوس هو ما يستحقهاش راه بحال اللي ضيع واحد اخر فيها مسكين. راه حنا سامعين ان شي ناس راهم ما استافدوش، يعني كان عندهم مشاكل ربما ولا عندهم مشاكل في ليكارت ولا عندهم في هذا، هذوك راه مساكن اصلا ما استافدوش. يعني الانسان اللي كان انسان ما إذا كان الإنسان خدام وعندو رزيق وهذا يعني من الأحسن يتعفف، وهادشي اللي كاين. وكنتمنى لكل شي يستافد وشكرا، وما تنساوش تدعمونا باللايك ديالكم وبالأبوني وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.